صباح الخير مشاهدينا الكرام، ونحن في ثالث يوم من أيام عيد الأضحى المبارك اللي بيوافق ذكرى ثورة 30 من يونيو. معانا حوارات، وأول حواراتنا هيكون مع زميلة كريمة الحلفاوي من حديقة أم كلثوم. صباح الخير يا كريمة، وكل سنة وانت طيبة وضيفك الكريم طيب. شكرا نجلة، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل سادة المشاهدين بألف خير. من فريق هذا الصباح، فريق العمل، الإعداد، الإخراج، كل اللي شغالين في هذا الصباح بيقدموا التهنئة لكل الشعب المصري والشعب العربي والإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يمكن زي ما قلنا مشاهدينا الكرام في مقدمتنا في هذا الصباح، ان من بين الموضوعات اللي هنتكلم فيها نهر النيل. نهر النيل الحقيقة الدارس للتاريخ والمتابع والراصد للمشهد المصري بشكل عام، سواء الحياة الاجتماعية، أشكال الاحتفال المختلفة، الحياة الدينية، الحياة الدينية كمان عند القدماء الفراعنة، كل دي كانت مرتبطة بنهر النيل. ولحد النهاردة احنا بنبص لنهر النيل على انه مصدر بهجة وسعادة وخير لكل المصريين، ووسيلة للخروج والترفيه. لو معكش فلوس هتتمشى على نهر النيل وهتتبسط، تجيب شوية ترمس، تجيب شوية حمص، هتتبسط خروجة زي الفل. لو معك فلوس هتركب باخرة فخمة وما إلى ذلك. طب ليه نهر النيل هو القاسم المشترك في مختلف الاحتفالات المصرية، سواء احتفالات قديمة تاريخية أو كمان احتفالات حديثة؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء اللي بيسعدنا أن نرحب بيه بالأستاذ طلعت طه، مدير تحرير جريدة الجمهورية والباحث في التراث. أهلا بيك، صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير أستاذ كريم. صباح. ليه في البداية بقى، يعني في وجهة نظرك ومن خلال رصدك التراثي، ليه نهر النيل بيعتبر قاسم مشترك لكل الاحتفالات؟ النيل دايما هو سبب البهجة لكل المصريين، هو اللي بنينا عليه الحضارة. إذا كانت مصر هبة النيل فهي أيضا هبة المصريين. المصر القديم لما بدأ يبني الحضارة المصرية ويحتفل، أول شيء فكر أنه يحتفل به هو الوفاء لمن ساعده، الوفاء للنيل، لأن هو بنى حضارته كلها حول نهر النيل. نهر النيل، وكان سبب نهر النيل ان هو سبب النماء والخضرة والزراعة، سبقت البناء، فكان بالضرورة ان هو يحتفل بمن اعطاه حتى لو كانت المية، ويشكر النيل ونهر النيل على هذا العطاء، وهذا الكرم. يعني يمكن ده علشان كده كان في البداية خالص. ممكن نذكر السادة المشاهدين سريعا بعيد وفاء النيل، هل ده كان مرتبط بعيد، يعني مرتبط بالفيضان فقط، ولا كان مرتبط كمان بتقليد آخر لعلاقة بتقليد الحاكم مثلا أو ما إلى ذلك؟ المصري القديم كان عنده حوالي 282 عيد. 282، يعني كان بياخدوا 282 يوم أجازة؟ لا مش أجازة طبعا، لا طبعا. الاحتفال بالعيد هو مزيد من العمل، مش أجازة وإن احنا نقعد فيها، لا. هو 282 تقريبا، 169 أو 170 احتفال مهم منهم، لأن كان بيحتفل دايما بكل ما يعني بعد ما يشتغل، فبيحتفل أو كأن ده نوع من أنواع المكافأة لنفسه ولشعبه. منها طبعا عيد تنصيب الحاكم، منها عيد وفاء النيل، منها عيد القمح، عيد الحصاد وهكذا. لكن من أهم الأعياد هو عيد وفاء النيل، وعيد وفاء النيل ده بيبقى في أول أغسطس، لأن بيكون في سبب الفيضان، والنيل بيكون خيره كتير قوي، مزيد من المياه، مزيد من النماء، مزيد من الأسماك، مزيد من الطعام، فهو بيعد الناس إن هو هيكون مزيد من عام أكثر نماء وأكثر خضرة وأكثر حضارة وتقدم. ولذلك المصري القديم دايما كان عنده فكرة العمل فقط، ولا يحتفل إلا بكل مفيد، وما يحتفلش إلا بكل شيء كريم وشيء قيم. حتى الوفاة، حتى الوفاة مثلا بيحتفل بها لأن في عالم آخر، لكن احتفاله بالنيل كان احتفال خاص جدا، احتفال فيضان النيل. وفكرة حتى عروسة النيل اللي كانت بتلقى في النيل، اللي هي أحسن فتاة أو أجمل فتاة في المدينة وبنت الحاكم، الكلام ده مش صحيح، دي خرافة من خرافات وأساطير اللي ارتبطت بالفراعنة. يعني هي 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 خرافة، لكن بولتاك هو اللي عمل الخرافة ديت أو كتب القصة ديت، وقال إن هو في عروسة النيل، لكن هي أصلا كانت مجسم على شكل عروسة. يعني المصري القديم أصلا بيحترم جدا المرأة، والمرأة شريك معاه في العمل وكانت حاكمة معاه، إزاي إن هو يضحي بأنثى في النيل؟ المصري القديم دايما كان بيتعامل مع المرأة إنها إنسانة مقدسة، وحتى الأسرة كان ليهم حقوق، وكان بيقول إن لازم نحترم الأسرة ما دام أسرة، وسلموا نفسهم نحترمهم، فالأولى أن أنا أحترم أهلي وشعبي. ولذلك المصري القديم لما بيحترم المرأة
ومن مقدسات واحترام المرأة واحترام الأطفال والشيوخ والكبار. ما كانش في خالص فكرة عروسة النيل دي خالص يعني. دي خرافة بس احنا تلقيناها عن موروث الشعب. طيب الى اي مدى، طالما اتكلمنا عن الموروث الشعبي، الى اي مدى في ارتباط بين عاداتنا الاجتماعية ونهر النيل؟ في حاجات كتيرة قوي في الثقافة المصرية وفي التفاصيل حياتنا اليومية الاجتماعية ارتبطت بنهر النيل وتأثرت به بشكل كبير، حتى في امثالنا الشعبية، في اشكال احتفالاتنا، في اشكال خروجاتنا. لا، في التراث مثلا، في الامثلة مثلا، ايه لو مش عاجبك مثلا تشرب من البحر. هي الفكرة مش تشرب من البحر، فكرة ان انت تروح البحر تشتكي له. والبحر هو النيل، كان مقصود بالنيل هنا، هو النيل، لان عشان غزير المياه. لكن احنا اصلا يعني هو متحمل مننا كتير بصراحه النيل. يعني احنا لما الناس نحب نشتكي بنروح للنيل، بنحب نفرح بنروح للنيل، لان النيل هو سبب حياتنا. يعني هو مصدر حياتنا، وهو مصدر رزقنا ومصدر وجودنا في مصر. احتفالاتنا كلها حوالين النيل، لان هو اكثر رحابه واكثر رؤيه واكثر جمالا، كله خيرات. يعني خيرات مثل الاسماك، وناخد منه المياه عشان احنا نشرب منها، ومثلا عشان يكون هو الحياه مصدر المياه، مصدر الحياه. فبالتالي ان احنا بنروح للمصدر والاساس. الاساس بتاعنا النيل. حتى لما عندوش نيل مثلا وبيكون عنده ترعه واسعه بيسميها بحر، مش بسميها ترعه، بسميها بحر، لانها غزيره المياه. وتيمنا مثلا او تبركا ان هو واخده ميتها من نهر النيل. نهر النيل هو مصدر حياتنا كلها. نرجع تاني لنقطة الاحتفالات، وزي ما قلت في مقدمتي عن هذا الموضوع، يعني المصريين تحديدا بيحبوا يتبسطوا، حتى لو كانت الظروف وحشة بيقابلوها بسخرية وبنكتة، وبيحبوا يضحكوا. يعني حتى اللي هو يعني في وقت الأزمة بيقول لك طب خلاص احنا نضحك، ما عندناش يعني. ما عندناش يأسبا للأحزان، الحمد لله يعني. وعشان كده حتى لو مثلا فكرة ان في ظل مثلا الأزمة الاقتصادية ايا كان، يقول لك مش مشكلة، الأب يقول لك طب ناخد حتى ونقعد على نهر النيل، قدام نهر النيل نقعد نشم هواء نغير جو. لأي مدى هو فعلا وسيلة من وسائل الخروج والتنزه؟ احنا بنتكلم عن كل المحافظات اللي بتطل على نهر النيل، يعني كل محافظات مصر تقريبا. لا طبعا كل محافظات مصر، حتى المحافظات البعيدة بتيجي. أول حاجة في القاهرة مثلا بتيجي للنيل، وبتيجي تقعد مثلا على أي مكان في النيل أيا كان المكان. لكن هو أحسن احنا عندنا كإنسان اللي هو نوستالجيا، احنا بنحاول مثلا نسترجع ذكرياتنا الصعبة أو الجميلة في وقت الحزن. فبالتالي ان احنا بنحب نتكلم، محدش يسمعنا ومحدش يشوف احنا بنتكلم مع مين او يشوف ايه. فلازم يكون نهر النيل، لازم يكون النيل، لان النيل هو ملك للجميع، ملك للناس كلها. فعلا عشان كده هو جامع كل المستويات الاقتصاديه، معاك فلوس معاكش فلوس، نهر النيل جامع كل الناس، لان هو ملك يعني. كل الناس، هو سبب سر الحياه لكل الناس في مصر. حتى مثلا اصدقائنا من الدول العربيه اول ما يجوا حاجه يقولوا احنا جايين للنيل، يعني احنا بنحب النيل. ولذلك مثلا هو النيل حتى المفروض يكون على قائمه التراث الانساني العالمي. لكن طبعا ده لازم يكون بتنسيقات معينه ودول معينه، يعني يونسكو وموافقات معينه. لازم التنسيق فقط. طيب يعني اعتقد ان الاهم كمان من ان هو يكون على قائمه التراث العالمي هو تعاملنا بقى مع النيل. يعني طالما بنتكلم عن مصدر حياه ومصدر رزق ومصدر خير ومصدر بهجه ومصدر تنزه، طريقه التعامل، يعني انت حضرتك قلت في وسط الكلام النيل شايف مننا كتير، يعني ازاي يعني نتعامل مع نهر النيل وناخد بقى من فكره القدماء المصريين آلية تعاملهم واحترامهم لنهر النيل؟ من بدايه الخلق كانت مصر الوجود، احترام النيل، احترام ميه النيل. حتى في الحديث ما نصرفش من ميه من وضوء حتى لو كنا على نهر جاري. طب احنا بنتكلم نكون عايزين ناس، نكون متقدمين، نكون عايزين اكثر تقدم واحسن في الزراعه، لازم نحافظ على ميه النيل. طيب سن القوانين وحزم القوانين هو الحل الوحيد، لان مثلا لا انا عايزه نتكلم تحديدا في النقطه دي عن التراث، ازاي كان القدماء المصريين بيتعاملوا مع نهر النيل، ان هو مصدر حياتهم ورزقهم، ان النيل لازم يحترم، ما ندنسش النيل، ما نرميش قاذورات النيل. ده كان في قوانين بتاع قانون ماعت اعتقد، كان كل القوانين في كل القوانين عند القدماء المصريين. حتى في دخول عمرو بن العاص مصر فكان بيقول انها شجرات خضراء، وبيوصف مصر وبيوصف النيل ان هو جميل وان هو الناس بتحترمه وتحافظ عليه. لكن بمرور الزمن في اللي بحافظ عليه وفي اللي للاسف بيأذي النيل. ده حقيقي فعلا للاسف. كان تملي من الحاجات اللي كان دايما كانت مقترنه من يعني اعتقد في قراءاتي مثلا كان القسم، ان هو يقسم على الا يدنس، اقسم الا ادنس مياه النيل، اقسم الا الوس مياه النيل، اقسم ان احترم مياه النيل. هي ده دليل على ان كان في تقديس، ان هو تقديس، وتقديس زي الوطن بالظبط. يعني هو الحاكم والوطن
والنيل هم واحد يعني، والاله اللي هم كانوا مثلا بيألهوه في وقت القدماء المصريين كان هو ده بالنسبه لهم تقريبا هو درجه من درجاته يعني. النيل الوطن الحاكم الاله، دي كلها درجه واحده تقريبا في الاحترام للنيل، احترام قيمه المياه، احترام النعمه اللي جت مصر. دايما اترسخ في ذهننا وكلنا توارثنا هذا الموضوع ومن قديم الازل، ان لو وقفت فوق الكوبري شويه، وقفت على نهر النيل شويه، ده بالنسبه لك يعني عملت كده اللي هم بيقولوا يعني انت عايش ريفرش كده وخدت جرعه من التفاؤل والطاقه. طبعا هروب من زحمه يعني المدينه والتلوث الضوضائي والتلوث البصري، فاحنا بنشوف دلوقتي مثلا نهر النيل منتهى الجمال اللي في الدنيا يعني، واحنا كمان جايين الصبح يعني ما شاء الله يعني على الجمال بتاع النيل. عشان كده حرصنا على شاشه النيل الاخبار ان احنا نخرج بره الاستوديو نحتفل مع الساده المشاهدين. اجمل منظر طبعا نهر النيل طبعا. فانت بتتعاملي مع النيل ان هو اصلا تفريغ للطاقه اللي عندك، تفريغ للطاقه السلبيه وشحن طاقه ايجابيه. من خلال النيل، من خلال الرؤيه، من خلال الجمال البصري، بعيد بقى عن التلوث البصري والتلوث الضوضاء اللي هو في الحياه العامه سواء كان في العمل او في الشارع او في الطريق او في اي مكان. بنرجع بقى للنيل، النيل اللي هو الاصل، النيل اللي هو الجمال، النيل اللي هو الخير كله. على مدار التاريخ كان بينظر برضو من ضمن الجوانب الاخرى اللي بينظر فيها نهر النيل انه مساحه للتامل والتفكير، انه مساحه للابتكار والابداع، انه ممكن يعني حتى في حياتنا اليوميه لو عندك مشكله وقعدت شويه قدام الميه ممكن تحس ان الحل نزل عليك. كل الشعراء بداوا حياتهم اصلا من النيل او من الميه، كتاب عن النيل يعني، حافظ ابراهيم لما كتب عن مصر وشوقي كتب عن النيل، وكتب كل شعراء الدنيا اللي جم مصر رقم واحد كتبوا عن النيل، النيل نفسه، النيل بذاته، النيل بخيره، النيل. طب في رايك ليه هو ملهم فعلا للشعراء يعني، مش بس فقط ملهم لعمليه التامل لكن كمان ملهم للشعراء حتى يعني. الروايات، حتى الروايات مثلا سرسرة فوق النيل، واجاسا كريستي كتبت على موت فوق النيل يعني، حتى الادباء العالميين اتاثروا بنهر النيل، كتبوا مع النيل النيل، وكتبوا على حكاياتهم على النيل، لان النيل هو الخلفيه للحضاره. هو السند والجدار للحضاره المصريه، هو الامل لبكره، هو الامل في العمل والانتاج، هو مصدر كل شيء. حتى جزر النيل، جزر النيل يعني فيها بعضها محميات والبعض الاخر مش محميات، في بعض الساكن فيه نقول يا بخت اللي ساكن مثلا في جزر النيل، جزر النيل من جمالها يعني فاتوا كتير اللي ما راحش المايه والخضره والوجه الحسن، المايه دي جايه اصلا من النيل صح. يعني فايته كتير اللي ما راحش اسوان وشاف النيل من هناك والمساحه الواسعه ليه وقبل السد يعني. طبعا في جندلين هناك، وفي ثلاث جنادل منهم اتنين في مصر، وفي غير اللي هي جزيره مثلا فيا، لو في القدماء المصريين بانين حضرات فوق الجزر نفسها واستغلوها افضل استغلال. حضرتك كنا بنتكلم عن ان كان القدماء كانوا بيقدسوا نهر النيل، ايه الدور المنوط بيه احنا دلوقتي علشان نقدر نحافظ على نهر النيل مش بس للنهارده، لاجيالنا الجايه ان شاء الله؟ هو منحابي يعني السعيد او جالب السعاده عند قدماء المصريين. لازم نحترم نعمه ربنا علينا، لازم نحترم البركه اللي جت مصر، لازم نحترم البركه اللي بتمر في مصر وبتمر في كل بيت في مصر وكل حبه رمل حولتها لخير ونماء. لازم نحترم ميه النيل ونهر النيل ونبعد بقى عن فكر تماما عن التعدي على النيل، سواء كان بقى بالتعدي البصري او التلوث السمعي او حتى البنى اللي هو التلوث، هو استغلال طرح النيل. الحمد لله ده اتمنع تماما من تقريبا من سنتين، منع تماما البنى او التعامل مع طرح النيل نهائيا. نهر النيل لازم نحترمه لان هو بيحترمنا، ربنا اكرمنا بنعمه ما فيش حد في الدنيا كله عنده جمال زي نهر النيل، ما فيش حد في الدنيا عنده بلد اجمل من مصر. شايف ان ترسيخ القوانين هو رقم واحد في التعامل مع نهر النيل، ولا فكره التوعيه المجتمعيه والتوعيه السلوكيه والتربويه؟ التوعيه المجتمعيه موجوده والتوعية السلوكية موجودة، هي محتاجة تتنمى ومحتاجة السلوك يتنمى فعلا ومحتاج الوعي يتنمى، لكن الحزم في القانون في التعامل مع النيل هو ده الحل. لأن حضرتك إذا كان القانون بيحمينا في الطرق مثلا في الشوارع، فلازم برضو يحمي نهر النيل مننا، يحمي نهر النيل من التلوث، يحمي نهر النيل من الناس اللي بتجور عليه. التعامل أصلا السلبي معاه ده هو التعامل السلبي والتعامل بعنف مع نهر النيل، يعني نهر النيل ده وكأنه روح بتنطب بتقول لا خلاص صحيح. بقى يعني انقذوني أو الحقوني من 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 أذى بعض البشر، مش كل البشر، لكن في ناس كتير قوي بتحترمه، في ناس كتير قوي بتحبه، في ناس كتير قوي يعني مثلا هم ساكنين بينظفهم قدام بيوتهم وقدام شارعهم عشان خاطر شايفين النيل.
وفي ناس تانية لا بتقول لا احنا ده للأسف بيتعاملوا معاه بشكل سلبي. نعود مرة تانية لفكرة الأعياد نفسها، ويمكن مكامر النيل الأخبار تجولت في الشوارع من أكتر طبعا الأماكن اللي الناس بتحب تخرج فيها، القناطر الخيرية طبعا، الكباري كلها المطلة على النيل طبعا، علشان نستغل الكباري لأنها يعني عارفة البسطاء دايما يروحوا على الكباري وعلى قرب الكباري عشان الصيد وعشان التنزه وعشان أكتر هوا وعشان خاطر المدة الزمنية اللي هم بيستغرقوها في الفسحة براحتهم بقى، فبيستغرق يعني أكبر قدر من الجمال والبهجة ومن السعادة في نهر النيل. طيب بالحديث بقى عن احتفالات بالأعياد بشكل عام وحضرتك كباحث تراث، ايه اكتر العادات المرتبطة معانا بعيد الاضحى تحديدا، عادات اجتماعية ما بتكلمش عن عادات دينية، ارتبطت بينا كمصريين في هذه الذكرى الطيبة؟ العادات غير الاضحية وغير توزيع الطعام، البهجة نفسها في العيد وارغام الناس نفسها على اجازة وبهجة، الزيارات المنزلية احنا طبعا هي قلت بسبب عوامل الزمن والسوشيال وده، لكن هي برضو لسه موجودة في الأرياف، موجودة في الحياة الشعبية، موجودة في ناس كتير قوي. لأي مدى هذه الزيارات الاجتماعية هي مهمة مش بس في تعزيز أواصر صلة الرحم والترابط الديني، بنتكلم كمان عن الترابط الاجتماعي وتقليل العنف وحالة البهجة اللي بتجيلنا كلنا يعني لما بيحصل. عامة يعني الإنسان دايما لما بقول مثلا أنا ليا جدر في الأرض أو ليا تاريخ في الأرض أو تراث في الأرض، فبالضرورة هو لازم يتصل بأهله، أهله أيا كان مكانهم أو بعدهم أو مسافتهم، لازم يشوف أي وسيلة أيا كانت يتواصل فيها مع أهله. التواصل مع الأهل ده بينمي روح الانتماء لنفسه وللوطنه، وبيقول إن احنا يعني أسرة واحدة، أسرة مترابطة في الحزن مع بعض، في الفرح مع بعض، لكن العيد لازم نكون مع بعض. أيا كانت الطريقة وأيا كان البعد، لازم يكون في نوع من أنواع التواصل الاجتماعي بين الأسر. أهم شيء في بهجة الأعياد هو التواصل، ولذلك احنا بنستغل دايما العيد ان احنا نعيد على بعض، وكاننا منتظرين ان احنا نشوف بعض مناسبة في يوم العيد وفي مناسبة، او بنصنع مناسبة جديدة تانية غير مناسبة العيد نفسها. وفعلا العيد ما بيكتملش بدون العائلات والاهل يعني. طيب لو اتكلمنا عن عمق ده في عهد الفراعنة، هل كان فيه اهتمام برضو بالتزور والعادات يعني العادات الاجتماعية في حياة الفراعنة، هل كانت مرتبطة برضو بالزيارات العائلية ولا كانت الاسر منغلقة على بعضها اكتر؟ العادات لما بتيجي تشوف على جدران الفراعنة كلها بتنمي على بتحس على الاخاء، مع احترام الجار، مع احترام النيل، مع احترام الحاكم. ده معناه ان انت حضرتك في ترابط أسري قوي جدا ما بين الأسر وبعضها وما بين الشعب نفسه. لذلك هو مصر ما كانتش قوية إلا بترابطها، مصر ما كانتش قوية إلا بالترابط اللي صنع الحضارة. إنسان لما فكر الأول فكر في التعليم، فكر في البهجة، فكر في الترابط، فكر في القوة، فكر أنه يصنع سلاح، فكر أنه يحمي حدوده وهو بيبني. ده كله متصل ببعضه، يعني ما فيش حاجة منفصلة عن الأخرى تماما. مش ممكن حضرتك تنجح ابدا من غير ما تكون في عندك بعد في التعليم، بعد في الترابط الاجتماعي. مش ممكن نكون متنافرين ومتخانقين دايما وحنصنع حضاره او نصنع بهجه او نصنع شيء او نتقدم. ولذلك في دول كتير جت بعد مصر بسنين السنين والاف السنين ما نجحتش بسبب انها متفرقه عن بعضها، لكن لما حاولت انها تربط صنعت بعض الشيء. لكن المصري القديم ما كانش ان هو ممكن يفكر يصنع بدون الاتحاد، اتحاد في حوالين رأي واحد، حوالين سن قوانين، حوالين احترام الأرض والنيل، احترام حتى الأسير. يعني حتى الأسير ليه احترامه، ان هو اذا لما الأسير يسلم نفسه ليه احترامه. احترام المرأة، ده الترابط الأسري ما بين كل حتى احترامه للحيوانات نفسها، مش مسألة تقديس فقط، لا ده كمان احترام للحيوانات ويراعي الحيوانات، وحتى بالذات الحيوانات اللي هي بتدر عليه بخير زي مثلا الأبقار. ولذلك تلاقي في دايما مصر القديمة أو حتى في المصر الحديث بيعود الخير لأهله وبيشكر هذا الخير، بيشكره بأشكال أخرى تماما. النيل بيعطينا الزراعة، بيعطينا الصناعة، بيعطينا النماء، بيعطينا الوجود، فلازم نحترم من احترمنا. الترابط الأسري والترابط ما بين العائلات نفسها غير الأسر نفسها، واحترام الزوج لزوجته. حتى مثلا في عهد المماليك مثلا كانوا بيقولوا مثلا هانم اللي هي مثلا سيدة القصر أو هي امرأة الحاكم أو الأمير، وبعد كده بقت هانم يعني رمز للتبجيل والاحترام للمرأة. إذن هذا نوع آخر من أنواع الترابط، احترام الآخرين، احترام الست،
قولوا مثلا ست لما جوزها يقول لها يا هانم كل الناس تقابلها على السلالم. ده من الامثال اللي كانت يعني في عهد المماليك والفاطميين. اي لان انا لما بحترم زوجتي بالضروره لازم الناس تحترمني. صحيح. لما بحترم زوجتي لازم كل الناس تحترمها، هذا فرض. وكأن أنا بقدم رسالة بشكل مباشر كمان، مش غير مباشر، بالإحترام، بالإحترام والتقدير والتبجيل. يعني حضرتك لفت نظري لنقطة مهمة جدا، لما كل واحد بيبقى في المجتمع واخد حقه ده في حد ذاته بيعزز قيم الترابط. أنا ما بحسش إني مضطهدة، ما بحسش إني متضايقة لأن أنا مش واخدة وضعي اللي أنا عايزاه، سواء كامرأة أو سواء كزوج أو كزوجة أو كأطفال أو على مستوى الأسر نفسها. لأي مدى هذه التمسك بهذه التفاصيل ممكن فعلا يعني ترقى بحياتنا الاجتماعية بشكل أكبر؟ خلينا نبعد الأول عن الشكائين أو الشكايين اللي هم كل حاجة يشتكوا كل حاجة، يقول لو كان عندنا كنا عملنا، لو كان عندنا مش عارف ايه. ده دول الشاكين والمحبطين واليائسين والمحبطين، دول لو هم انا قابلتهم في حياتي بلغيهم تماما من حياتي. الازمة لما بتحصل انا بقول انا عملت ايه، انا قدمت ايه، مش هروح الجامعة واصلي لكن حصلي واشتغل، هشتغل واصلي، هعبد ربنا سواء كان في جامعة ولا في كنيسة، وهشتغل هفكر اعمل ايه اخرج من الازمه. مهما يحصل ازمات على مصر ومهما يحصل ازمات عندنا في الارض، ما ينفعش ان انا اقف مكاني او حوالين شاشه التليفون واقول نتحرك يمين ونتحرك شمال. انا عملت ايه؟ تنظير اللي ملوش اي جدوى ده ولا اي ترجمه. انا عملت الاول ايه في نفسي، في بيتي، في ارضي، في مجتمعي، في وسطي. اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم، يعني احنا نقيمها مع الارض. الانسان لو كويس بيشوف الدنيا كويسه، الانسان لو طيب بيشوف الدنيا طيبه، الانسان لو عايز يشتغل او لو هو بيفكر في شغل، مش لازم ان انا عايز اشتغل في شغلي لازم الطريق بقى هو ده وبس. يعني ربنا ما قالش كده ابدا، يعني ربنا ما امرناش بكده. ربنا مثلا امرنا بالسعي والجهاد ولا العمل، لكن والتعليم، لكن احنا دلوقتي بنفكر ايه، بنشتغل بايه، بنشتغل بايدينا. ولذلك الايد الشقيانه والايد العرقانه والجبين العرقان ده هو اللي نعمه وبركه عندنا في مصر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه النصائح. حاولنا ان احنا نقدم كمان شويه معلومات كده وبندردش مع الساده المشاهدين على ضفاف نهر النيل. انا بشكر استاذ طلعه طه مدير تحرير جريده الجمهوريه والباحث في التراث على تشريفك لينا النهارده في حلقه هذا الصباح. كل يوم ومصر بخير، كل يوم مصر اجمل واجمل يا رب. يا رب كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. ويمكن زي ما احنا شايفين يعني أعزائي المشاهدين، يمكن أنا شايفة في مجموعة من الناس بدأوا يدخلوا هنا للجنينة حديقة أم كلثوم، في مجموعة يعني أقصد أن بدأنا نخرج ونتفسح، فرصة طيبة للجميع أن هم يخرجوا لهذه الأماكن العامة والمفتوحة. والحقيقة يعني في عدد كبير جدا من الحدائق رسم دخول بسيط جدا وبعضها عام من غير أي رسم دخول، وبالتالي يعني بنتكلم أن ممكن نخرج خروجة لطيفة بأقل التكلفة ونغير جو عشان نقدر نرجع الشغل بمزاج أحسن. إحنا النهاردة مثلا غيرنا جو، اليوم مختلف تماما لأن إحنا خرجنا برا الاستوديو، لكن دلوقتي هنرجع من جديد لزملائنا في الاستوديو. أعود إليك مرة أخرى زميلتي نجلاء الجعفري. شكرا لك كريمة ومشاهدينا